الآن ابن الروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 19 برمودة الكنيسه بتحتفل باستشهاد القديس سمعان الارمني اسقف فارس و150 معا. تحتفل كمان النهارده بنياحه واحد كان بيعتبر وزير وقت الحاكم بامر الله، مسيحي قبطي اسمه المعلم دي، لانه هو كان الناس الكبار يقولوا لها الاسم ده، يوحنا ابو نجاح الكبير. الحاكم بأمر الله هو ابن الخليفة العزيز بالله، ودي مرحلة الحكم الفاطمي. والحاكم بأمر الله آخر خليفة وسلطان فاطمي قوي، يعني اللي بعد الحاكم بأمر الله كلهم بقوا ضعاف، يعني عند 1021 ابتدت الخلافة الفاطمية قوتها تضعف. وكان في مشاكل بين الفاطميين والعباسيين على النفوذ والحكم. الحاكم بأمر الله والده اللي هو الخليفة العزيز بالله مات، وده برضو مات في ظروف غامضة، اتقتل ومحدش عارف مين قتله ومات ازاي، وهو كان عنده وقتها 11 سنة، وكان له أخت كبيرة اسمها ست الملك، ما كانش ينفع هي تبقى الملكة، فبقى الخليفة الحاكم بأمر الله عنده 11 سنة. وحسب الشريعة وقتها وحسب التشريعات بتاعة الخليفة انه يبقى يحكم هو عنده 15 سنة، فمن 11 ل 15 سنة كان المتحكم في الحكم واحد اسمه برجوان، وبرجوان ده كان رئيس الخدم او رئيس الديوان بتاع القصر. وكان برجوان ده وقتها بيستغل ضعف الحاكم بأمر الله صغير، هو اللي كان مربيه لأنه كان رئيس الديوان، فكان مربيه من هو طفل صغير، فحط إيده على المملكة. وقتها الفاطميين كانوا قدروا أن هم يحكموا مصر وشمال إفريقيا والشام وجزء من العراق والسعودية أو الحجاز، فكانت مملكة كبيرة. وكان برجوان ده هو الحاكم الفعلي، قعد 4 سنين هو الحاكم بتاع مصر، بس هو كان بقى انسان فاسد جدا، ولدرجة انه لما اتقتل برجوان لقوا عنده 200 مليون دينار، ده رقم ضخم وقتها، غير الاحجار الكريمة غير الذهب. برجوان ده كان راجل يعني عايش عيشته كلها لشهواته، وبالليل رقص وغنى، والصبح ما كانش يهتم شويتين، فكان حاطط كل الإدارة وكل الشغل الفعلي بتاع المملكة في إيد يوحنا، حتى إنه كان مخليه هو القاضي، كان يقعد يوحنا وهو يستقبل القضايا ويحكم فيها ويروح جوه لبرجوان يصدق عليها. وبعدين ابتدت ست الملك لما كبر الحاكم وهو عنده 15 سنة قالت له نتخلص من برجوان. هو وقتها عنده 15 سنة ابتدى يشعر ان هو الملك، ابتدى يلبس احجار كريمة وذهب وحرير وكلام من ده، وابتدى يشعر بنفسه ان هو ملك، هو شاب صغير يعني. فقال له ماله، نقتل برجوان. قالت له في وجود برجوان انت مش هتحكم، نقتل برجوان. جاب برجوان وراح جاب واحد من الجنود قتله قدام عينيه، مات برجوان، وابتدوا بقى يشوفوا هيمشوا الحكم ازاي. فقالوا له بقى، جه وزير قال له ازاي تقبل ان يكون في الديوان بتاعك قبطي وزير وقاضي؟ فقال له يعني ايه؟ قال له يعني الكلام ده ما ينفعش، يا اما يغير ديانته يا اما يسيب الحكم. وكان وقتها في 10 في الديوان بتاع الحاكم بامر الله، 10 اقباط اقوياء جدا. فراح ابتدى بيوحنا وقال وجابه،
وقال له بص انا بحبك كانك اخويا الكبير، وانا مستعد ادي لك اكتر من اللي انت فيه، وهديك انك تبقى رئيس الديوان وزير عندي متحكم في كل اموري، بس تعمل حاجه واحده بس، ما ينفعش تبقى مسيحي. قال له يعني ايه؟ قال له غير ديانتك واديك ده كله. وقال الكلام ده العشرة من الاكابر الاقباط، بس بدايتهم يوحنا ابو نجاح. وقال له انت لو ما وافقتش يعني انا مضطر بقى ان انا اخد ضدك احكام. فقال له اديني فرصه يوم، وراح لبيته وجمع يوحنا ابو نجاح الكبير ده كل اصحابه وعيلته وقال لهم انا بكره هستشهد. هو فهم وقال لهم انا جمعتكم علشان اقول لكم ارجوكوا اثبتوا، لانكم انتوا كمان ممكن يجي عليكم الدور ده، لان الحاكم هيبدا يعمل كده في الاقباط، اثبتوا في المسيح. وتاني يوم راح له والحاكم قال له ها قلت ايه؟ قال له المستعد اموت على اسم المسيح. قال له تكسر كلامي؟ قال له المسيح اعلى. قال له هدي لك كل اللي انت عايزه؟ قال له المسيح اغلى. قال له هتخسر حياتك؟ قال له انا بقدمها للمسيح. قال له كده طب هتشوف المسيح يعمل لك ايه. قال اجلدوه 500 جلده، قلعوا هدومه وشدوه ايديه ورجليه وقعدوا يجلدوا فيه 500 جلده. 500 جلده، جسمه لحمه كله نزل ودمه كله اتصفى، وقالوا له 500 جلده ومستحمل، وكان يصلي ويصرخ يا رب ارحمني. قال لهم طيب زودوا 500 تاني، كملوهم 1000. عند ال 300 التانية يعني عند 800 جلدة، هو قال بصوت كده يكاد يكون مسموع، قال لهم أنا عطشان، وكأنه بيشابه سيده على الصليب. فجريوا على الحاكم قالوا له طلب مية. قال لهم قولوا له وأنتوا في إيدكم المية. الحاكم بيقول لك تنكر المسيح وتشرب مية وترجع؟ فرجعوا له ومعهم المية. قالوا له الحاكم بيقول لك تنكر المسيح وتشرب مية؟ فقال لهم المسيح إلهي جه وشربني، ولقوا فعلا مية نازلة من بقه وعلى دقنه لأن هو كان مشدود. فقال لهم خلوا المية بتاعته ليه، المسيح شربني المية بتاعته. وفعلا قال كده وتنيح الحاكم. بأمر الله القصة دي ما فرقتش معاه كتير، ولكن فرقت مع الأقباط الباقيين، كانوا ثابتين جدا. وبدأ ياخد كبار الأقباط، وبعد كده كمان قتل كبار الدولة كلهم. يعني الحاكم بأمر الله ده كان عامة شخصية في منتهى الغرابة. يعني مثلا ليكوا انكوا تعرفوا انه قتل في حياته 18,000 شخص هو بنفسه يعني، وكان يمشي بالليل على حمار. هو في الاول مشي مع بتوع المنجمين، فراح قلع الهدوم بتاعته الحرير ولبس هدوم صوف وقلع الذهب وقال انا ناسك منه لنفسه كده. وبعدين راح وبقى يركب حمار بدل حصان. وبعدين قالوا له المنجمين دول ضد الدين وكلام منه، راح قتل كل المنجمين في مصر وكل الصحراء. وابتدى يتحول لاتجاه اخر، وابتدى ينزل بالليل يتجسس على المملكة، لقاهم كلهم نايمين، فطلع قرار ان كل الناس تبتدي تشتغل بالليل والدكاكين تفتح بالليل ويناموا الصبح. كان عنده مشكلة في مواعيد الصلاة، فقال هخلي صلاة الظهر الساعة 7 بالليل وصلاة العصر الساعة 9 بالليل. هو راجل مجنون خالص يعني. وبعدين يقال ان هو وهو ماشي بالحمار بتاعه لقى كلب هوهو على الحمار، فالحمار فزع فاتضايق قوي من كل الكلاب، وامر يتقتل كل كلاب مصر. شخص كوميدي يعني. وكان بيمنع اكل الملوخية علشان معاوية كان يحبها، ومنع اكل الجرجير، ولما ابتدى يبقى متعصب شويتين منع بيع العنب والعسل علشان دول بيطلع منهم الخمر. وقال ان مفيش واحدة ست الاول تكشف وشها، يعني بصوا الفكر ده كان من وقتها يعني،
لحد مفيش واحده ست تكشف وشها، وبعدين لقاها بتنزل الشارع وبتكشف ومش بتكشف وشها، قال لا مفيش ست تنزل خالص. قالوا له ايوه طيب ستات بتشتري وبتبيع، فقال لهم ينزلوا حاجه من الشبابيك يشتروا بيها. عاده السبت دي كان من وقت الحاكم بامر الله. وبعدين قال مفيش ست تمشي ولا في جنازه حتى. وقال ان كل المسيحيين يلبسوا عمامه سودة زي اللي احنا بنلبسها دي، وانه يتربط زنار، وانهم يركبوا على حمار بالمقلوب، وبعدين عايز يزل لقباط اكتر. فقال لقى لقباط وهو ماشي كده، لقى لقباط بتحب الصلبان، قال طب كل قبطي يحط على صدره صليب خشب وزنه 5 ترطال 5 رطل، ويعلقوه بحبل من الليف عشان يحك في جسمهم. ومن هنا جت العظمة الزرقاء اللي كانت كل قبطي عنده هنا تزرق الحتة دي وتزرق رقبته وتزرق الحتة اللي عند صدره عند الصليب. ومرة مرات هو بتجسس لقى بيت قبطي، ففتح لقى راجل نساج على النول بينسج وجو ولابس الصليب ده والصليب عمال يخبط فيه. فقال له انت ايه اللي مخليك تلبسه في بيتك يعني؟ قال له الحاكم قال كده. قال له اه بس الحاكم مش شايفك. قال له بس انا شايل صليب ربنا اللي شايفني. فانبسط قوي ومنع مثلا لعب الشطرنج لانه سمع مرة اتنين بيلعبوا شطرنج بيقول مات الملك، اتضايق قوي راح منع لعب الشطرنج. ومرة حب يعمل كده شوية تفاريح عنده، فراح عمل بركة في القصر وقال لهم هاتوا شوية اطفال تلعب، وجاب الاطفال قال لهم اطلعوا فوق القصر ارموا انزلوا في البركة، واللي هينزل في البركة سليم هديله فلوس. فالاطفال رمت نفسها مات 30 طفل. هو كان سعيد جدا، حرم الغنى نهائي. وكان يعمل يقول ابن اياس الحاكم المؤرخ العربي يقول انه كان يبني مدرسة ويجيب علماء يعينهم ويجيب اطفال يدخلهم مدرسة تقعد مدرسة اسبوع، وبعد اسبوع يقتل العلماء ويهد المدرسة ويقعد العيال في البيت. مجنون. ومرة وهو ماشي في الطريق من بيت من البيوت رموا عليه ورقة فيها شتيمة، حرق الحي كله والأحياء اللي حواليه عشان مش عارف مين اللي رمى عليه الورقة دي. ولدرجة وقعد 3 أيام يحرق في البيوت، لدرجة إنه بعت واحد من الجنود من رئيس الجنود بتاعته يشوف عملوا إيه، فقال له لو الرومان كان دخلوا مصر ما كانوش عملوا في القاهرة زي ما أنت عملت، فقتلوا. وفضل كده يتسلى على الشعب يعني ليل ونهار لحد سنة 2018 جاله واحد اسمه حسين ابن حيدر الفرغاني وقال له أنا جاي أقول لك حاجة مهمة. قال له إيه؟ قال له الإله بيحل في الحاكم. قال له بجد؟ قال له آه. قال له خلاص إذن يعبد الحاكم، أنا فيا الإله. وراح بعت جنود يخشوا الجوامع ومعاهم ورقة يقول للشيخ اقرأ دي، بدل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الحاكم الله الرحمن الرحيم. رفضوا طبعا. فيعمل ايه بقى لما رفضوا؟ هد جوامع، يعني هد جامع عمرو بن العاص في اسكندرية. وراح بعت بلطجية وقطاع طرق تستنى الناس بالليل تعريهم من هدومهم وتسرق بيوتهم وتحرق لهم عيالهم علشان ما رضيوش يعبدوا الحاكم. فضل في الوضع ده، منع الاقباط انها تضرب الناقوس ويتضرب الجرس، ومنع ومره شاف صلبان فقال تتكسر كل صلبان الكنايس، وشاف واحد حط دق صليب قال يتحرق كل الصلبان على ايدين الاقباط. فضل في الوضع ده لحد اما فجأة وده لغز تاريخي اتغير الحاكم. بعد ما كان بيدعو للحكاية دي يقول ان هو فجأة بقى سلوكه غريب جدا. وجم مجموعة من رهبان مسيحيين شايلين كفنهم وقالوا له احنا نتيجة اضطهادك غيرنا ديانتنا لكن مستعدين نموت على اسم المسيح. فقال لهم انتوا بتحبوا المسيح قوي ده كده؟ قالوا له مستعدين نموت عشانه. فقال لهم طب بتحبوني مستعدين تموتوا عشاني؟ قال لا. فقال اشمعنى؟ فكلموه عن المسيح. فيقال ان من ضمن الناس دي راهب
كان وسطيهم، يعني هو اللي كلمه كتير عن المسيح. فقال لهم خلاص ارجعوا انتم مسيحيين، واداهم ورقه بامر الحاكم بختم الحاكم ان ما حدش يتعرض ليهم. فالراهب قال له ليا طلب تاني. قال له ايه؟ قال له اسمح لي ابني دير في منطقه حلوان، قبل حلوان اللي هو دلوقتي دير الانبا برسوم العريان، اللي هو كان وقتها اسمه دير شهران على اسم ابو سفين. قال له ابني. وبعد ما بناه الحاكم راح نزل بنفسه وراح الدير، وده السر. ويقال انه كان يروح الدير يقعد بالشهور وسط الرهبان يسمعهم ويشوفهم، وقعد ياكل معاهم، قعد بالوضع ده وسمح بنى الكنائس ورفع الصلبان وضرب الناقوس وضرب الجرس. وبعدين قال لهم عايز اتعرف على البطرك بتاعهم. البطرك ده كان الانبا زخرياس مره جابه ولطخ له هدومه بدم خرفان ورماه للاسود قبل كده، والاسود ما جاتش ناحيته واستغرب قوي. المره دي راحوا جابوا له انبا زخرياس البابا زخرياس، وجابوا له معاهم مجمع الاساقفه. فانبا زخرياس كان وقتها قصير كده وكان حواليه أساقفة كده كلهم هيبة يعني. فقال لهم فين الرئيس بتاعك؟ فقالوا له هو ده. قال لهم ايه ده؟ هو ده؟ قال له اه. فبص له كده قال له انت ملكك على ايه؟ فقالوا له البابا زخرياس كلمته تمشي على كل مسيحيين مصر والسودان والحبشة وشمال افريقيا وكل الاقباط. فقال لهم يا سلام، بأي قوة بتمشي بده؟ فرفع له الانبا زخرياس الصليب. قال له بقوة الصليب. قال له من غير جيوش؟ من غير فلوس؟ من غير حاجة؟ قال له من غير حاجة. فقال ياه، بقوة الصليب تقدر انك ان الشعوب بتطيعك؟ قال له لاني انا بمثل الكنيسة واني انا بكلم بصوت ربنا. ابتدى يتكلم معاهم فترة كبيرة. وبعدين اللغز التاريخي انه يوم من الايام وهو عنده 36 سنة يقول انه كان ماشي بالحمار بتاعه بالليل ناحيه حلوان بعد الدير بشويه، وكان عنده بيتبعه الخادم بتاعه. قال الخادم بتاعه ارجع انت القصر وما تجيش تاني ورايا، وربط الحمار ودخل جوه الصحراء واختفى. ست الملك تاني يوم قالت ان احنا لقينا هدومه متلطخه بدم، وقالت كده علشان تقول لهم انه مات، لكن هو اختفى. اختفى راح فين؟ هل في ارتباط بين اختفائه في الصحراء بتاعت حلوان وبين قعاده مع الرهبان وانه اتغير من ناحية المسيحية؟ سر هنعرفه في السنة. لإلهنا كل المجد وكرامة الأبدان.